فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين. وسط كل ما يدور في منطقتنا العربية وفي العالم أجمع من أزمات وضغوط وفاجعة غزة على رأسها اخترت فضيلتك أسماء الله الحسنى لتكون موضوعا لهذه الحلقات. ما علاقة أسماء الله الحسنى بالأزمات التي نعيشها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه. الحقيقه هذا سؤال مهم وانا توقعت ان يقول الناس يعني كان شيخ الازهر غير موجود في في مجتمعاتنا المعاصره لانه يعود بنا الى الاسماء الحسنى والى الدعاء والى ضروره تذكر الأسماء الحسنى والدعاء بها لا. أعتقد أن الإجابة سهلة لأننا كما تفضلت نعيش أزمة ربما لم يسبق لنا أن عشناها من قبل الفاجعة الكبرى الآلاف المؤلفة التي قتلت و... يعني قتلت بطريقة متوحشة ولا إنسانية لم يراعى فيها لا الكبار ولا النساء ولا الأطفال ولا حتى يعني الـ الـ الفارين والهاربين على وجوههم في الطرق وفي الصحارى وفي التعقب في المدن وتعقب في الطرقات وتعقب في التهجير فطبعا يعني كأنني أنا أو معي كثير كثيرون آه تاكدوا من انه ليس لها من دون الله كشف وحقيقه هي هكذا. ليس لها من دون الله كاشف. ربنا سبحانه وتعالى هو الامل. هو طبعا هو الامل واصبح الامل متعلقا به سبحانه وتعالى لان الحل يفوق قدره البشر آه البشر فمن هنا طبعا آه اردنا ان نذكر انفسنا اولا ونذكر معنا الساده المشاهدين والناس بان يلجاوا الى الله سبحانه وتعالى فهو يعني الذي وعدنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. نعم احنا محتاجين ان يتدخل او تتدخل رحمه الله باطفاء هذه الحرب. معجزه الهيه نعم قدره الإلهية وهي طبعا انه على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير آه. ونحن في انتظار هذا الفرج. بعدما نفضنا أيدينا من البشر ومن قدرات البشر بس فضلتك اتكلمت طبعاً عن السلبية اللي بيعيشها معظم البشر مع الأسف تجاه ما يدور في غزة لكن في بارقة كده بنشوف بعض المظاهرات الحاشدة في قلب العواصم الأوروبية والأمريكية للتنديد بالعدوان على غزة كيف ترى ذلك؟ هذا هو رد الضمير العالمي آه. أنا لا أقول الضمير السياسي إنما الضمير الشعب العالمي ها طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولون أن العقل أو هذا الضمير أعدل الأشياء قسمة بين الناس فالعالم أو الضمير العالمي والذي يعبر عنه الشعوب يعبر عنه الناس هو فعلا هذا الضمير الذي يعني يجب أن نقدم له الشكر هنا من هنا في تعبيرهم لرفض هذه ال انا انا قد لا اسميها حربا هذه هي جريمه اباده جماعيه ايضا لا مثيل لها من قبل. م. يعني حضرتك انا افهم الحرب ان يكون بين جيشين يقتتلان. فحدثني عن الجيش الثاني في غزه، اين هو؟ اه غزه فيها جيش واحد فقط. هذا هو جيش الكيان الصهيوني والمدرع والمدجج بأشرس الأسلحة الجهنمية أمام من؟ ليس أمام جيش هل حضرتك رأينا جيشا على أرض غزة معه بندقية أو معه دبابة أو مع طيارة أو مع ليست حربا ليست حرب. وإنما هي إبادة جماعية هم يريدون الأرض ومن أجل أن يعني يصلوا إلى هذا الغرض يجب تطهير الأرض وإبادتها ولذلك شغالين إبادة حتى في الحيوانات حين ننظر لمشهد الاباده في قطاع غزه فضيله الامام الان ونفكر مين المنتصر ومين المهزوم في هذه المعركه؟ شوف يا سيدي الامور لها يعني وخاصه في مثل هذه المواقع لها امران يعني آه البدايات والمآلات وقد تختلف المآلات جذريا عن فلسفه المآلات البدايات اه البدايه فعلا يعني يوميا مئات القتلى من الاطفال ومن النساء يريد ريت قتلى والله انا سمعت صراخ طفل بيعملوا له عمليه بدون بنج وهم يقصدون هذا يقصدون هذا يقصدون ايلام ايلام نحن وايلام الشعب وايلام الاسره وايلام يعني هم يتلذذون بقدر ما نتأنم بقدر ما يستمتعون أنا أرى من وجهة نظري أن المآلات لصالحنا أولا القضية الفلسطينية كانت تنسى أوه. تماما وأنا حقول لحضرتك ليه لأن لا يوجد كتاب واحد في عالمنا العربي التربية والتعليم ولا حق. قبل ذلك كان في الأصل إحنا حطينا كتاب يشرح هذه القضية للتلاميذ لا في الإعدادي ولا في السنوي ولا في الجامعة لفته مهمه دي يا فضيلة الشيخ. طبعا لك. انا انا بقول لحضرتك فاحنا ربما تجد انسان متخرج من الجامعه لا يعرف الفرق بين المسجد الاقصى ولا قبه الصخر. يمكن لو حطيته يقول لك ده المسجد الاقصى او ده كذا. طيب من 48 تطور فلسطين مع اسرائيل كذا. يعني البدايه هي غرس القضيه في نفوس الابناء صغار. خلينا زيهم هم اولادهم كده؟ لا هم اولادهم معلمين ومحفظين طبعا من وهم بيرضعوا الصغيرين حفظين ان عدوك كذا وكذا وكذا ودي ارضك ودي كذا من هذا القبيل احنا ما عندناش كده واذا عملت كده يعني لا تجد من يشجعك في في في, في الاستمرار في هذا الخط فطبعا الـ الـ يعني مآلات الامور كما قلت القضيه الفلسطينيه اوشكت ان تموت ثانيا برضو العمل على الجبهه الاخرى يقظ وعنده خطط الى ان راينا ما راينا في الايام الشهور الاخيره دي. ثانيا ارى ان الكيان الصهيوني خططه او او الاستراتيجيه او اهدافه الاستراتيجيه لم يتحقق منها اي هدف لا مثلا قضوا على غزه والشعب كما هو انا أعس... يعني انا اعجب ان كما قلت لحضرتك جيش جهنمي جهنمي تسليح مم. يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شيء ولا يزال الشعب موجود لي... ويجبره لإخر... على إخراجه من أرضه ولا يزال واقفا على أرضه حتى الآن هل هذا شيء طبيعي؟ أبدا هل هذه هزيمة للكيان الصهيوني؟ نعم هزيمة للكيان الصهيوني أنا شخصيا يعني أرى أني إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها انا اعتقد ان يعني لم تنتصر لم ينتصر الكيان الصهيوني في هذه المعركه بل انتصرت القضيه الفلسطينيه وانتصر الفلسطينيون لانهم وقفوا على ارضهم يعني يفضلون ان يموتوا حتى اخر شخص منهم على ان يخرجوا من هذه الارض وارى ان الـ يعني ما حدث ده هزيمه لل لكل هذه الاسلحه وكل هذه المؤسسات التي وقفت وراء الكيان الصهيوني ويعني كانت تنفذ ما يريد من دمار ومن قتل وتشريد الى اخره. ما اظن ان في التاريخ حدث ان جيش كما اقول جهنمي التسليح يواجه جماعه او شعب اعزل ويضرب فيه شهورا عده ليل نهار يتعقبه في اماكنه فاذا فروا يتعقبهم وهم فارون ثم بعد ذلك لا يحقق هدفا من الاهداف المعلنه عنه ويقف هذا الشعب صامدا ويقف هذا الشعب صامدا واحنا والله انا بشوف والله اطفال غزه رغم ده كله بيلعبوا والله جسمي بيقشعر يعني يا ده. نعم نعم يعني فيهم طبعا ورغم ذلك الاسر يعني كانها تحملت هذا واعتبرته يعني يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى سرعان ان شاء الله ما يزول. يا رب. ووضع نهايه لهذا الظلم البين ظلم العالم العالم السياسي ولست اقصد الشعوب التي خرجت في يعني فيها شرفاء و... كثير طبعا طبعا ومره اخرى شكرا له مره اخرى شكرا للامين العام للامم المتحده طبعا دائما ما هو الرجل يقف ويحاول ان شاء الله يعني توفق هذه الاطراف في انهاء هذه المعركه الشرسه مولانا في سؤال مهم جدا بيدور في ذهن كل انسان شريف ولديه ضمير وينظر إلى هذه الإبادة وهذا القتل الجماعي آه وبيسأل نفسه أعمل إيه ماذا أفعل لنصرة القضية الفلسطينية ولدعم هؤلاء الفلسطينيين كما قلت لك ليس لها من دون الله كاشفة نحن الآن كلنا يعني حتى يعني الجماهير هنا أو حتى الجماهير في الغرب آه نحن ليس أمامنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يلجم هذه الضغمة المفترسة وأن يشد من أزر الشعب شعب غزة وأن يظل واقفا وصامدا ومعتمدا على الله وعلى الإيمان بالله وهو أقوى من أي سلاح في العالم مش أقوى سلاح وبس ده يعني يمكن ما طلعتش الأسلحة دي قبل كده ومع ذلك هو واقف وموجود ولن يخرج من هذه الأرض قد يعني يبيدونهم يبيدونهم لكن لن يتحققوا طبعا معزين الأرض دي عشان بعد كده يقفزون منها على سيناء ليحققوا أحلام يقظة إسرائيل الكبرى إسرائيل الكبرى ومكتوب كذا مكتوب أخواننا مكتوب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ده قانون عندنا احنا انتم بتقولوا عندكم نصوص احنا عندنا نصوص كمان عندنا مش هيحصل ده ف حبيث حبيث ده بيرجعنا مره ثانيه الحقيقه دي مش حرب دينيه كمان خد بال حضرتك ده, ده يعني الصهيونيه السياسيه آه وهرزل هو ابو الصهيونيه غير متدين وكثيرون يقولون انه ملحد فدي انما هي يعني جابت شماعه الدين علشان يعني غطاء غطاء لاستخدام يهود الشتات وقامت دوله وطنيه او قوميه وطنيه في في على ارض فلسطين اذا ده بيرجعنا مره اخرى الى اسماء الله الحسنى اذا كنا سنتسلح بالدعاء فبالتاكيد يجب ان نتسلح باسماء الله الحسنى نعم،, نعم علشان ندعي بها ربنا سبحانه وتعالى نعم، نعم. وتتحقق الدعوات نعم انا من وجهه نظري هذا هو الباب الوحيد المفتوح الآن بعدما أغلقت أبواب الشرق والغرب للتصدي لهؤلاء الناس هو الدعاء أو الدعاء اللي يعني وخاصة في السحر خاصة في الفجر قبل إقامة الصلاة أو قبل يعني يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار كده وهذا يعني ما نزلنا الأسماء دي ليه ما ندعوه بها وكما قال في القرآن فادعوه بها طبعا فطيب احنا محتاجين يعني الاسم المنتقم واسم الجبار فين إذا, إذا, إذا لم نحتاجه الآن فهذا هو الذي ربما يعني شجعني على أن أختار هذا الموضوع سنتوقف في الحلقات المقبلة إن شاء الله عند كيفية الدعاء بأسماء الله الحسنى وسنتوقف ونتأمل كثيرا في كل اسم على حدة فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونلتقي واياكم والامام الطيب في حلقه مقبله باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته